السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذي الأعزاء، سأقدم لكم في هذا الفيديو تعبير عن الأخلاق، أتمنى أن يفيدكم في دراستكم. كالعادة يعني عندنا مقدمة عرض وخاتمة. إذن بالنسبة لهذا التعبير نتكلم عن الأخلاق الفاضلة. إذن المقدمة، الأخلاق من أهم الصفات التي يتميز بها الفرد في المجتمع، كما تعتبر الأخلاق جوهرية في بناء العلاقات الاجتماعية. العرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إن الأخلاق الحميدة تجعل الإنسان محبوبا في المجتمع، لأنها الأساس في بناء العلاقات القوية والمتماسكة وكسب محبة الناس والاحترام، لأنها ممكن أن نقول هنا مرآة تعكس قيم ومبادئ التعامل مع الآخرين. والأخلاق هي أساس بناء الأمة وبقاؤها واستمرارها، فإن تجردت من الأخلاق والقيم تصبح وبالا على البشرية، لأن الأخلاق الفاضلة هي روح الأمة التي تزودها وتمنحها قوة والتماسك وعدم الانحلال. وقد دعا الإسلام المؤمنين والمسلمين بالتحلي بالأخلاق الكريمة من صدق وصبر وكرم وإحسان وتسامح وتضامن وقناعة ورضا وغيرها من المكارم الفاضلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن هذه كلها كحجج عن الأخلاق الفاضلة. أما الخاتمة، إن الأم بلا أخلاق كشجر بلا أوراق. إذن إن الأمة بلا أخلاق كالشجر بلا أوراق، فعلى كل فرد أن يتسلح بالأخلاق الحميدة ليشعر بالأمان ويلتزم به اقتداء بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم. إذن الآية 4 من سورة القلم. إذن هذا هو بالنسبة لموضوع الأخلاق أو وضعية إدماجية عن الأخلاق. وهذه الوضعية الثانية التي تتحدث عن الأخلاق. إذن كالعادة دائما عندنا مقدمة عرض وخاتمة. في المقدمة نقول: من أجمل ما يتزين به الإنسان حسن الخلق. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن بأحسن أخلاقكم. إذن هذه كمقدمة. أما العرض، ومن الأخلاق الفاضلة القناعة، الرضا، مساعدة الغير، والتكافل، الصدق والتسامح، الإنفاق والكرم، وكذلك الابتعاد عن الشح والأنانية وحب الذات. إذن هذه كلها مظاهر من مظاهر الأخلاق. وقد عرف العرب قبل الإسلام بالجود والشجاعة وكذلك إكرام الضيف، وهي من أفضل وأسمى الأخلاق الحميدة. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن الأخلاق قبل الإسلام كانت موجودة، وجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ليتممها. فللأخلاق الكريمة دوراً فعالا لسعادة المجتمع، وكذلك عنصر أساسي لحياة أفضل ونشر المودة والمحبة، بها ترتقي الأمم وتتحضر.
أما الخاتمة فحسن الخلق يمن ويكون محبوبا بين الناس، وأما سوء الخلق إذن الذي يتسم بسوء الخلق فيدم ويكون مكروه ويجلب العار والبعد عن الأحباب. فمكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. إذن هذا بالنسبة للموضوع الثاني عن الأخلاق، أتمنى أنه ينال إعجابكم ويفيدكم كثيرا في التعبير. أما التعبير الثالث فهو أيضا يتكون من مقدمة وعرض وخاتمة، ودائما نتحدث عن الأخلاق. إن الأخلاق أساس بناء الأمة وبقاؤها واستمرارها، فإن تجردت من الأخلاق تلاشت واختفت وضعفت. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء، والبذيء هو الرجل الفاحش. نحو الآن للعرض: إن الأخلاق هي روح الأمة التي تمنحها قوة وثبات وعدم الزوال أو الانحلال، ولهذا دعت الشريعة الإسلامية التحلي بمكارم الأخلاق والاقتداء برسول الرحمة وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فالأخلاق تزكي النفس وتربيها على الفضائل وتنتج عنها مكارم أخرى حميدة، كالصدق في القول وإتقان العمل والمعاملة الحسنة والصبر على الشدائد والإيثار والكرم والتضامن وغيرها كثيرا. كما أنها تهدئ القلوب وتنشر المودة والرحمة وتقوي الروابط بين أفراد المجتمع وتهذب النفوس وتجعل صاحبها أحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله أيضا: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالأخلاق إذن الفاضلة هي الأساس القوي الذي تبنى عليه الحضارات وتحمي البشرية من كل سوء في مختلف مراحل نموها وتطورها في جميع المجالات. وأخيرا الخاتمة: الحياة من دون الأخلاق تجعل البشرية تعيش في الفراغ الروحي بين الفوضى والمشاكل الاجتماعية والسياسية وغيرها يعني من المشاكل. إذن الأمة بلا أخلاق دائما كشجرة بلا ثمار. قال الشاعر أحمد شوقي: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وهكذا نكون قد أنهينا قراءة وضعيات إدماجية تتحدث عن الأخلاق، أتمنى أنها تفيدكم في الاختبار والفروض. وإلى الملتقى أقول لكم: لا تنسوا فقط الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، وهذا فضلا وليس أمرا، ليصلكم كل جديد وكل الوضعيات التي أقدمها لأجلكم. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.